خلاص يعني خلص اللبن يعني تم تصفيته من الشوائب. والدين الدين أولى الأشياء بتصفيته. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال جل وعلا كما في آية الباب، قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. يعني هذا المنطوق، ما الذي لله الدين الخالص؟ يفهم من أن ما لم يكن خالصا فليس لله. الله غني عن أعمال العباد، إما أن يكون خالصا لوجه الكريم وإلا لا يقبله. وإذاك جاء الحديث القدسي موافق للآية هذه، قال جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشرك، وفي لفظ فهو الذي أشرك. فإما أن يكون عمل لله وحده وإلا لا يقبله الله عز وجل. قال باب الإخلاص والنية، النية معناها القصد، ثم علاقة بين الإخلاص والنية، يعني أن تجعل نيتك في قصدك العمل تبتغي لك وجه الله عز وجل.